يساعدك. ما بتعرف لنادي لام محمود. تعال هون جيمي، اقعد لشو؟ اقعد. شو بدك من محمود؟ مشان تساعدك. ما بدي اياها تساعدني. هيك بتتعبي بحفرون؟ اطمن ما راح اتعب. احسن شي عيط له. تعال هون جيمي، قلت لك ما بدي اياها يعني ما بدي اياها. ليش ما بدك يعني نادي لها؟ وانت ليش مصر لانه تروح لعندها؟ ما في شي، بس انا بدي راحتك يعني. مرتاحة. بفقفقوا ايديك يلا. اقعد انا بيك. الو؟ 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 منو هاي؟ منو هاي؟ يلي اتصلت هلا. ما بعرف، انت اللي حكيتي معها. ما لحقت احكي معها، سكرت الخط بوشي لما سمعت صوتي، ما بدها تحكي معي، بدها تحكي مع جنابك. طيب طالما ما حدا رد، شو عرفك انه هاي مرة وبدها تحكي مع جنابي؟ قلبي دليلي. يسلم لي قلبك. جميل يا جميل، أنا ما عم امزح. إيه طيب حاضر، ما عاد امزح معك خلاص. خليني أعرف احفر كوسة بقى. احفري. خليني ساعدي. ما بتعرف. رح نادي لأم تحسين. ما بدي أم تحسين. سهام. ما بدي سهام. أنا. رد أنا ولا تردي أنت؟ طبعا أنا. ألو. لا حبابي، هون مو تاكسي السلام، هون تاكسي الغرام. لا ببعث لك بدال السيارة سيارتين، بس قولي لي بدك مرسيدس ولا ديزطو؟ إيه رح ابعث لك أحلى شوفيرية، بس أعطينا الاسم. سهيل؟ سهيل شو؟ إيه لحظة لخليكي تحكي مع الشوفير مشان تعطي العنوان. تفضل احكي معه. ألو؟ ألو؟ سكرت الخط. ليش ما حكيت معها؟ مع مين بدي أحكي؟ مع حبيبة القلب سهير. هلأ وحدة غلطانة بالنمرة، طالبة مكتب تاكسي وبالغلط فتحت لعنا، بتكون حبيبة قلبي، ليش جبتي لي هاي؟ إيه لا سيدي، هي مو غلطانة وعرفانة لوين متصلة، بس هي طلعت بحجة التاكسي لأنه أنا طلعت لها على التليفون. قلت لك أنا رد، ما رديتي. تعال هون شفي. تفضل رد وسمعني مع مين عم تحكي. طيب. ألو؟ أهلين وردة، كيفك؟ يا ميت هلا، ايه بسيطة، مع السلامة. ومين هي وردة كمان؟ هي سكرتيرتي. يعني إذا سكرتيرتك بتشيل التكلفة بيناتكم وبتقول لها وردة حاف؟ لا خلص بكرة بقول لها وردة بخبز. جميل أنا ما عم امزح، المفروض تقول لها آسف وردة وهي تقول لك أستاذ جميل. يا شو عليه؟ من بكرة خلص بقول لها صباح الخير أنسة وردة، بتقول لي أهلين أستاذ جميل. ممكن أنسة وردة تناوليني البريد؟ على عيني أستاذ جميل، شكرا يا وردة على الوردة. وشو بدها منك هالوردة؟ ما سمعتي المكالمة، أما مريضة وبدها إجازة. اخطي. وليش لا تتصل لهون؟ هون بيت مو مكتب. معك حق، يحكي الواحد ضميره معك حق. خلص أنا بكرة بس شق على أمها بنبهها ما تتصل فيي على البيت. نعم نعم، بدك تروح لعندها على البيت، أصلا هذا اللي كان ناقصني. شبك تضايقتي؟ نسيتي لما كانت أمها لأمل مرضاني شو قلتي لي روح شق عليها وخذ لها باقة ورد؟ هديك شي وهي شي. شلون يعني ما فهمت؟ هي السكرتيرة بالذات أنا مو مرتاحة لبنوب. لأنها حلوة ونغشة وظريفة وكربوشة. لك أنت من تمك كنت تقولي لي دور على سكرتيرة بهالمواصفات. جميل بترجعك حاجة تذكرني بالماضي اللي راح راح، من بكرة بتنقل وردة وترجع أمل. ما بقدر. طبعا ما بتقدر تستغنى عن ست الحسن والجمال، اخذت لك عقلك. مو هذا السبب. لكن شو السبب؟ لانه امل اخذت استيداع من الوظيفه وبدها تشتغل ممثله مشخصاتيه يعني. ارياح عين سكرتير بدل السكرتيره، ضروري السكرتيره يعني؟ لا معك حق، السكرتير احسن اوجه. خاصه طلته هيك الصبح انعم بعدين. لشو ورده هي؟ وردتي يا وردتي تلت انتي نشو الموجه. ليك انتزعت الحنفيه، بدك تضربي. كم مره انا نبهت عليكي لا تعصيها كثير للحنفيه بتنتزع الجلدين. انزعوا جلدتك.
نادي لابو طارق يصلح لي اياها. جميل شوف مين على الباب. شو عليه؟ نشتغل عنكم نحن. وردتي يا وردتي يا محلى سكرتيرتي انتي. اهلين محمود، اهلا وسهلا، اجيتي بوقتك، تعي ساعديها لانه بحفر الكوسه. مالي فاضي هلا ساعد حدا بحفر الكوسه، بعدين بجي بحشيهم معك. ما في داعي تعذبي حالك ام محمود، انا ما بدي احشيهم اليوم، بدي احشيهم بكره. ابو طارق تعا ابن عمي ابو طارق يعني تعال صلح لي حنفيتي شنو عم تجرب. يلا تعال. جميل وين رايح؟ رايح مع بنت مع ام محمود مشان صلح لي حنفيتها لانه عم تجرب. لحالها؟ شو الحنفية بدها يعني الجيران كلهم؟ شو دخلك انت عامل صحية انت ولا شو؟ ليك الحنفية اللي بالحمام صار لها سنتين قاعدة عم تشر، هلا راح تصلح حنفيتها لأم محمود؟ روحي أم محمود هلا بحكي مع عامل الصحية وبيجي بكرة لعندك ليصلحها، روحي هلا. ايه اوكي خليكي عم تحفري كوسة انت. جاجة حفرت على راسها شو عليه؟ اوكي لك اتركيني فوتي قدامي تروحي قتل. يلا انت من اين صرت بتعرف تصلح حنفيات؟ هلا حتى اجتك النخوه؟ تكرم عينك، بكره بنصلي حنفيتنا وحنفيه ام محمود، اختي عم تشرشر. مالك علاقه بام محمود، لما بدها اي مساعده شوف لها جار غيرك. لا يا هنو، شو عليه اذا ساعدناها؟ مره وحدانيه وكبيره ونحن اقرب الناس لها، بنكسب ثوابها، مو هاد حكيك؟ من يوم وراح ما في روح لعند ام محمود، ما عم تعجبني حركاتها ونفسها خضرا. حركات شو؟ ما شفتها شنو عم تتغمالك وترقص لك بحواجبها وتقول لك ابن عمي؟ كم مرة أنا قايل لك من قبل إنه هالمرأة نفسها خضراء وحركاتها ما بتعجبني وعلى طول بتتغمالي وبتخربط أصلاً باسمي؟ هلا حتى شفت بعيني وصدقت. شلون كنت بدك تجوزيني إياها؟ جميل حاجة بقى، خذ الكوسات والحني على المطبخ. إيه شو عليه؟ شو هالشكة اللي شكتها؟ دباجي. شري شري لقلك شري شري أوري. يا لطيف يا لطيف على هالهنا، شو قليلة خير، شو صاير لطباعة ما كانت، شو اللي جرى يا ترى؟ يلا مثل أفضل جرى. يا حادي يا ركبي سلم لي على خور فكاني، طول السير يا الضاني لك ما عاد فيني أقدر أمشي. ها محمود أين أنت يا محمود؟ انتي نارد انت ايه برد؟ الو اهلين وسهلين. اهلين ايه موجودة؟ ايه على عيني تليفون اليك. مين؟ الو اهلين استاذ عدنان. ايه الحمد لله. امتى؟ كم يوم؟ طيب ممكن تعفيني منها استاذ عدنان لانه ابني مريض وما فيني اتركه لحاله، تطلع بدالي مها. ايه شكرا كثير استاذ عدنان، شكرا. انت شلون بتعطيني التليفون من غير ما تعرف مين عم يحكي وشو بده؟ وانا شو دخلني؟ تليفون الك. بس اللي عم يحكي رجال. وايش كان؟ انا واثق وبعرف شو عندي. معناتها ما بتغار علي. وليش لغار لك؟ انه يلي بيغار بيكون قليل عقل او على القافية. معناتها بطلت تحبني. لا تغلطي، شو عم تحكي انت؟ انا مو بس بحبك، انا بدوب فيكي مثل الاسكاي. لا باين باين كثير، لو كنت بتحبني كنت غرت علي. لا يا هنو، شو دخل الغيرة بالمحبة؟ شو دخلها؟ مو جنابك كنت تقلي انه الغيرة بتدل على المحبة؟ كنت اقول هيك بس بعدين فكرت بكلامك انت لقيت حكيك ازبط، اللي بيغاروا بيكونوا قليلين عقل. تسلمي يا ابو عقل كبير. انا يا هنو ما بغار عليكي مو لاني ما بحبك لا سمح الله، اعوذ بالله، انا بعرف شو عندي. انا ما بغار عليكي لاني ما بشك ابدا باخلاقك. هلا انت ما بتحبيني؟ بحبك. طيب معقوله لا سمح الله تلعب عينك على واحد غيري؟ لا خلص ليش لحتى غار. بس ما كانت هي ارائك. هلا يميني من ارائي شو كانت وشو صارت. المهم فهميني، ليش رفضتي المهمة اللي كلفك فيها الأستاذ عدنان؟ وانت شو عرفك؟ ما كنت واقف جنبك عم بسمع. ايوه جميل ايوه حبيبي، بان على حقيقتك، قول انه بدك يعني يطلع لي يومين ثلاثة مشان يطلع لك الجو وتصح وتمرح، بس عاد انت بلا كلفي منهم. بعدين رح تقلب جد.
قلت لك هنا قليلة خير ما صدقتيني، كنت تدافعي عنها. مظبوط، كنت مغشوشة فيها. عم فكر لك أنت حسين، أخ الميت ألف اللي أخذتها مني أخذتها هيك أنص غصب عني. أنا ميت ألف. مين قال ميت ألف؟ مين قال ميت ألف؟ أنا قلت ميت ألف. منين بتسمعي أنتي أنت حسين؟ اللي إجت بدها تتدينها. قال شو؟ مشان تخدمني وتساوي لي البيت وتنظف لي إياه وتحوس فيي. لا يا أم محمود لا، ليش أنا وين رحت؟ أنا بحوس فيكي وبشتغل لك طول النهار، بس أنت دينيني 50,000 يعمل فيهم أبو تحسين بسطة صغيرة، منيحة. من عيوني كان يا أم تحسين، على عيني وراسي، بس أنت بتعرفي إنه المصاري كلياتها بخور فكان، عند ابني بخور فكان، يلي جنب الفجيرة، يلي قبلها كلبة بعدها دبا. دبا، مو دبا يعني، دبا إد إبقى، كلبة كلبائي تحت نقطة. لكن شلون دينتي هنا؟ أنا ما قلت دينتها. قلت اجت بدها تتدين. ام تحسين لا تسمعي غلط، في فرق. يعني ما عطيت اياه؟ منين بدي اعطيه؟ ما قلت لك المصاري عند ابني بخور فكان اللي ساكن فوق الفرن بدندل السله بيبعتوا له الخبزات. ام محمود الله يخلي لك ابنك ويرزقه ويرجع لك اياه بالسلامه من خور فكان. بلكي وقت اللي بدك تحاكيه مشان مصاري العمليه بتقلي له يبعث لك شوي زياده. أبو تحسين اقتنع هلأ يفتح بسطة صغيرة قدام البناية وما بيلزمه أكتر من 50,000. تقبر عيوني يا أم محمود، ما قلنا غيرك، وشو ما بدك مني أنا جاهزة، بطبخ لك وبمسح لك وبرقص لك. شوف يا رسم أحلى. بحاول تكرم عينك، قومي لك على ننظف البيت أنا وياكي سوا. لا خليكي أنت مرتاحة، أنا بنظف البيت لوحدي. لا ما حلوة. ما فيها شيء أم محمود، نحن أخوات، أنت مريضة والشغل والتعب ما بيسوالك. معك حق، المقشة والممسحة والسطل بتلاقيهم بالحمام.